ضمن منهاج البيت الثقافي ومسيرته المستمرة في إقامة الدورات التثقيفية ودعمها، أقام وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وممثلية التربية في أربيل سلسلة دورات تثقيفية وتوعوية لطالبات مدارس النازحين. ضمن برامج البيت الثقافي المستمرة وهو إقامة هذه الدورات وورش العمل لطلبة المدارس، وهي عبارة عن دورات تثقيفية وتوعوية لطلبة المدارس، ما خصينا بها النازحين وإنما حتى على مستوى الأقليم. هذه الدورات اليوم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقية، موضوعنا اليوم هو عن الزواج المبكر وازدياد حالات الطلاق، وكذلك ازدياد ظاهرة حالات الانتحار اللي شاعت ما بين الفتيات والشباب. حاولنا من خلال هذه الدورة عرض أفلام وثائقية توعوية، وكذلك ممارسة أشبه ما يكون بتمرين، وهو عن طريق أنه كيفية المحافظة على الأمنية. أيضا تحدثنا خلال هذه الورشة أو هذا الندوة عن مخاطر ومشاكل الزواج المبكر وكيفية العلاجة، وهل أنه من ضمن الأسئلة والأجوبة للطالبات عرفنا وجهة نظرهم، هل هذه الندوة كانوا يعني قدر ما احنا قدمنا، هل انه هم استفادوا من عندها، وهل يحبون ان تتكرر هذه الندوة مرة ثانية؟ وان شاء الله راح يكون التعاون مستمر ما بين يعني ما بين البيت الثقافي والهلال الاحمر وكذلك ممثلية التربية الموجودة في اقليم كردستان. نشكر جمعية الهلال الاحمر والبيت الثقافي في اربيل على هذا الموقف والاهتمام بمدارس النازحين وتسليط الضوء على الزواج المبكر والتداعيات السلبية من انتحار وطلاق مبكر وتداعياته المباشرة على الأسرة والمجتمع. والله احنا مثل ما يقولون نرحب بهيك دورات، كون احنا ثانوية بنات وتعرف من كل المراحل من الأول متوسط لسادس الإعدادي، فطابع الطالبات ما أقول لك يعني نقول 50% ثقافي لتربوي تجاههم، بس 50% الباقي لا، تجاههم نحو الزواج المبكر. احنا نرحب بهاي، يا ريت دائما تكون هاي الدورات. إقامة مثل هذه الندوات والمحاضرات هي جدا مهمة لتوعية هذا الجيل الجديد نحو مخاطر كثيرة قد ينصدم بها، خاصة المراهقات في هذه المرحلة، فالطالبة والمراهقة في هذا السن لا تعرف حقوقها العادية، إنما هي تأخذ أوامر، مجرد أوامر. لكن هذه التوعيات التي يقوم بها مثل هذه الندوات توعي الطالبات نحو مستقبل أفضل، نحو مستقبل أزهر لها من خلال توعيتها بعدم الزواج المبكر. سمعنا المحاضرة راح نروح نحكيها لأهاليتنا، أهاليتنا بدورهم راح يوصلوا لغير ناس، فهاي واحد راح يحكي لها فراح تكون حلقة، فراح تتوصل الكثير من الناس، راح يعني يوصلهم هاي المعلومات المفيدة جدا، يعني كلش احنا متونسين بها ونتمنى انه تعيدونا هيك شيء لان احنا محتاجين كلش هيك معلومات. صراحة يعني كلش استفادينا من هاي المحاضرة، مو بس اني وكل الطالبات، يعني دوافع هواية انطتنا امل وهواية اشياء جيدة ومفيدة، وأحياء يعني أشياء كانت ميتة بداخلنا هي أحيتها، وشجعتنا على النجاح ويعني ركزت لنا على طرق النجاح. في محاضرة مصوايدة ستنيدأتان محاضرتنا كانت مع ستنيداء وقد استفدنا كثيرا بحضورها وحضور الهلال الأحمر، مشكورين. وكانت المحاضرة حول البنات والحياة الزوجية والأم والأب وتعب الأم معاناة في الحياة، ونحن ممتنين لها. المحاضرة كانت كلش حلوة، احنا استفادينا كلش بها، هي كانت مجرد توعية وتنمية البشرية، احنا محتاجين هذا الشيء كلش. انا اعتقد هذا مهم لنا نحن كفتيات،
كان العمل كلش حلو، هي مجرد تغيير انطباعنا، تغيير ثقافة المجتمع. كان الكادر كلش حلو، ست نداء الله يحفظها ان شاء الله كلش حلوة كانت، وتسلمون ما قصرتوا، هذا شيء مهم طبعا كلشنا بالمجتمع. والله زور سباس لهم مستي نداء، زور استفادة لمحاضرة كرد ودست انخش. طبعا المحاضرة كلش عجبتني وعجبت جميع الطلبة، وأن تكون هذه تنمية بشرية، وأتمنى أنه حالات الطلاق تقل، والمحاضرة كلش رائعة جدا وأن تنعاد في كل شهر، يعني نتمنى هذا الشيء من عندكم. وكلش عجبت الطلبة هم أيضا المحاضرات، حالات الطلاق تؤدي عدم تفاهم الزوج. احنا نمثل مؤسسين حكومية، الأولى هي البيت الثقافي اللي هو في أربيل اللي تابع لوزارة الثقافة العراقية الحكومة الاتحادية، وعملنا احنا مستمر، تقدرون تدخلون على الموقع الالكتروني اللي هو البيت الثقافي على الفيسبوك وتشوفون نتائج البيت الثقافي في اقليم كردستان.